بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الكثير من الناس يعانون من العجز، يعجزون عن فعل الشيء، لهم رغبة في فعل الشيء لكن لا طاقة لهم، يحسون كأنه لا طاقة لهم، لا يستطيعون القيام من السرير، لا يستطيعون فعل الأشياء، كأنهم مربوطين، كأنهم مسلسلين. هناك بعض الناس سبحان الله يجد يحس فعلا كأن على يديه وقدميه رباط سلاسل أغلال، وهذا من النوع الذي يكون مسحورا بسحر التعطيل. وهناك كذلك نوع من الذين يصاب، النوع الذي يصاب بالعين، والعين تحدث طاقة وثقل في الجسد، كأنها تنهش الطاقة من الجسد، والإنسان يحس بثقل، ثقل في العبادة، ثقل في العمل، ثقل في القيام من النوم، ثقل في القيام من حتى لإحضار شيء ينفعه. سبحان الله، يحس كأنه مثبت على الأرض، لا يستطيع النهوض. وأنا بإذن الله أعلمكم شيئا والله سبحانه وتعالى سيجعل فيه النفع. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول دعاء قوي: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الكلمات إن داومت عليها في أذكار الصباح والمساء وفي الدعاء وفي السجود، والله سبحانه يعطيك الله قوة وطاقة. زيادة على هذا، لا تنسى قبل أن تنام أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، ثم الله أكبر 34. والدليل أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدها بخادم كي يعينها على أشغال البيت وما إلى ذلك، فقال لها: أعلمك كلمات أفضل لك من خادم، بمعنى الله سبحانه يعطيك طاقة ويعطيك قوة على عمل البيت أفضل لك من خادم. وعلمها أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. إذن عندما تأوي إلى فراشك تقول هذه الكلمات، وتكثر من: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وسترى آثار نفع هذه الكلمات على حياتك. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه خير وصلاح لهذه الأمة، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.